طيب، وأما المدرسة الثالثة فهي المدرسة الظاهرية. ظهرت المدرسة الظاهرية عقب زمن الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين، تعلمون أن الأئمة الأربعة كانوا من أتباع التابعين، صح ولا لا؟ قبلهم التابعون وقبلهم الصحابة كلهم كانوا يقولون بالقياس. من تلاميذ يعني أصحاب الشافعي داود بن علي، تمام، الظاهري. داود بن علي هذا رحمه الله ظهر له القول بإنكار القياس الخفي، إنكار القياس الخفي، وقال لا نقبل إلا القياس الجلي. إيش القياس الجلي؟ القياس الجلي مثل ما في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف. الآية تدل على تحريم كلمة أف، لكن هل تدل على تحريم ضرب الوالدين؟ هذا أمر جلي يكاد يدرك بمجرد اللغة ولا يحتاج فيه إلى إعمال عقل. فداود كان يقبل هذا القياس، وإنما كان يرفض القياس إيش؟ الخفي. فظهر القول بإنكار القياس. ثم المدرسة الظاهرية يعني أتباع داود بن علي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، نستطيع أن نعد مذهب داود من المذاهب المندرسة وليس من المذاهب الباقية إلى الآن. والسبب في ذلك أنه لا يوجد اليوم كتابا مصنفا على مذهب داود، على مذهب داود. نعم، تقول لي المذهب الظاهري، نقول المذهب الظاهري باعتباره منهجا للتفكير أو اتجاها نعم موجود، لكنه في كتب من؟ ابن حزم. وابن حزم لم يكن يهدف أصالة، لم يكن يهدف أصالة إلى تدوين مذهب وآراء داود بن علي، وإنما كان يجتهد اجتهادا مستقلا وفق أصول أهل الظاهر التي تشترك في الجملة مع أصول داود باعتبارهم أتباعا له في الجملة، ولكن أيضا هناك خلاف حتى في الأصول. يعني مثلا في حجية القياس الخفي، في حجية القياس الخفي عفوا الجلي، داود يذكر غير واحد من أهل العلم أن داود كان يقول بحجية إيش؟ القياس الجلي، لكن ابن حزم رحمه الله أنكر القياس جملة. فإذا حتى في الأصول في فرق. فالأصول ما يعني مذهب داود بن علي الظاهري ليس مذهبا من المذاهب الباقية الموجودة. أيضا في مسألة المفهوم، فقد نسب غير واحد من علماء الأصول إلى داود أنه كان يقول بحجية المفهوم، مفهوم المخالفة، بل بعضهم نسب له القول بحجية مفهوم اللقب وهو من أضعف المفاهيم. وأما ابن حزم فإنه ينكر المفاهيم جملة. واضح؟ الظاهرية قصروا العناية على ظاهر النص ورفضوا الاحتجاج بالقياس. وأيضا من الفروق الواضحة بين مدرسة، إذن الفرق الأول بين مدرسة أهل الحديث وأهل الظاهر في مسألة حجية القياس. فأهل أهل الحديث يعظمون الحديث بمنطوقه ومفهومه ومعقوله الذي هو القياس، المنطوق والمفهوم والمعقول الذي هو القياس. واضح؟ أما الظاهرية فقد كانوا يأخذون بمنطوق الحديث فقط، حتى مفهوم الحديث بعضهم يأخذ به مثل داود، وبعضهم لا يأخذ إلا بالمنطوق فقط، وتركوا المفهوم والمعقول، تمام، مثل ابن حزم. فابن حزم لا يرى حجية المفهوم ولا المعقول اللي هو القياس. ماشي؟ كذلك آثار الصحابة، فإن أهل الحديث كانوا يحتجون بآثار الصحابة ويجعلونها في منزلة عالية رفيعة تكاد تكون بعد الحديث النبوي. ولهذا نسب بعض العلماء إلى الأئمة الأربعة الاحتجاج بقول الصحابي، القول بحجية قول الصحابي نسبه بعض الباحثين إلى الأئمة الأربعة، بخلاف الظاهرية فقد كانوا، وإذا أردنا أن نكون دقيقين نقول ابن حزم كان لا يحتج بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا اعتبر جمهرة من العلماء أن مذهب الظاهرية مذهب غير معتبر، وبعضهم يرى أنه لا يعتد به في الخلاف، حتى قال بعضهم إن مذهب الظاهرية بدعة ظهرت بعد المئتين. وقال إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وخلافهم لا يعتبر. وليس معنى هذا أنهم ليسوا بعلماء، فنحن إذا تكلمنا على شخص ابن حزم رحمه الله وداود فلا شك أنهم من العلماء، ولكن منهجيتهم الفقهية هي منهجية غير مقبولة عند جماهير أهل العلم فيما يتعلق برفض القياس وعدم الاحتجاج به. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام
عن الظاهرية أيضا عندهم إذا لم يجدوا في المسألة نصا منطوقا فإنهم ينتقلون مباشرة إلى الاستصحاب، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. طبعا لما قلنا أنه مذهب الظاهرية بدعة، ليس هذا التصنيف طائفة باعتبار الفرق والمذاهب العقدية، يعني حينما يحكم على مذهب أهل الظاهر بأنه بدعة ظهرت بعد 200، ليس المقصود أنهم من الفرق الضالة ومن 73 فرقة والمبتدعة وما إلى ذلك، وإنما التصنيف هنا بالنظر إلى المنهج الفقهي لا إلى النحلة والاعتقاد، واضح؟ فيميز بين هذا وهذا، ولهذا حتى بعض الأقوال الفقهية قد يحكم عليها بعض العلماء بأنها بدعة، يعني اجتهاد فقهي لكن يقول لك هذا قول محدث وهذا القول بدعة، لكن الحكم على مسألة فقهية وفرع فقهي عن اجتهاد بأنه بدعة لا يتضمن التشنيع الذي يتضمنه الحكم على عقيدة من عقائد أو أصل من الأصول بأنه بدعة، فليتنبه لذلك. فيه مدرسة واتجاه فقهي ظهر وهو وريث لما ذكرناه هو مذهب المعتزلة في التفكير، وهي المدرسة العقلية، وهي وريث غير شرعي لمدرسة المعتزلة. والمدرسة العقلية هي التي تهمل الأحاديث خاصة أحاديث الآحاد وتقلل من مكانتها وثبوتها، وبعضهم ربما غلا في هذه القضية وقال بتاريخية النص، وهذه مسألة خطيرة جدا، فتجده يقول هذا الأحاديث هذه إنما تراعي حال الصحابة ولا يمكن أن نعملها، هذه الأحاديث التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في الصحراء وكذا لا يمكن أن نطبقها في هذا القرن 21، هذا أمر في غاية في الخطورة وفيه بلا شك هدم للشريعة. ومن الإشكالات الموجودة في المدرسة العقلية هي العناية بالنظر المصلحي وتقديمه على وتقديم العقل على النص، وكذلك تقديم المصلحة على النص، وبعضهم وجد في كلام بعض العلماء شيئا يشعر بأهمية المصلحة فاستخدموه في تقديم المصلحة على النص. وفي الصفحة التي بعدها يتبين لكم بعض الفروق بين هذه المدارس الفقهية بالنظر في حديث الآحاد والقياس والاستصحاب وكذلك المصلحة، وهي يعني رسومات يقصد بها التقريب وتوضيح القضية. هذا ما يتعلق بمسألة المدارس الفقهية، أهل الحديث وأهل الرأي، وتتميمة للبحث ذكرنا أهل الظاهر والمدرسة العقلية، وقد عرفنا أن المدرسة العقلية التي تنظر في المصلحة وتحكم في الأحكام الشرعية بناء على النظر المصلحي المجرد أن هذا ليس من الاجتهاد المعتبر ولا من المدارس الفقهية المعتبرة.